واش ديري؟ ما كاينش اللي بيعطيك شي تعاوني، ما كاين اللي بيخدمك بشي شهريه، ما كاينش. كي قالت هاد السيده تخدمي وضايعه انتيا، فهمتي؟ ملي قلت لك حنا كنا خدامين مع هذيك السيده، تتخلصنا تتعطينا الخدمه وصافي. نهار مشات صافي بقينا غير هكا تاخذ باش شي بياسه تنخدموا عليه. كي قالت يعطيك شوي بشوي، شديتي شي خدمه تخلصك بشوي بشوي. ما كاينش بديل اللي باين تجيك، ما كاينش. لي سور اللي كنا حنا كنا خدامين معاه، لي سور باب دكالة، هي من لي سور اللي كانوا باب دكالة. ولاني الخدمه كتجي بحال هاد الخدمه، تعطيك 15 يوم خدميها، فلوسك في البلاصه ودايره المنتوج مزيان وكلشي كان خدام معاه. وهي حيدات هادي هما اللي تيعرفوا الخدمه القيمه. الصانع حنا كنا خدامين مع لي سور، عرفتي؟ عفوا الدكره في الرهيبات صنعه وكروشي، تيتعلموا ويعلموا واللي دايرين القيمه لكل واحد. خدمنا معاهم حنا راه ايامات ايام. هاد الصنعه اللي من عندهم جينا 100 درهم، كاين صاك 600 ريال. ولاني تيقول لك راه نفس، واني راه ماشي نفس، ما كاينش نفس. حاجه تليد بحال تاع بر بالك يلا. هذاك شي ولدي تيح الصانع تعطيه هو تيخلي ليه صافي، خاص من داكشي اللي باغي يقاد هو، تيولي تيبي يقاد بتي ثمن يكون مزيان، تيولي خاسر. خاسر هو، خاسر هو، خاسر من الجيب. كان خدام بخير، مشينا للمحاميد فسات لي الخدمه مسكين، والله الا هرب ليا من داك الحامل هرب. تنصبر وانا وهو هرب، قال لك اش بغيت ندير انا؟ قال لك راه طلعتي تيحسن غير الناس الكليان. ولكن كي قلتي انت راه الناس ما تستعدت لهم الصنعه والو، هذا غير خلاقه غير خلاقه. قال لك حسن عطي واحد، عطيني واحد 1000 فرانك، عطيني واحد 300. واش كنت كاري؟ قال لك الحامل الموقع ب 60000 ومستافد. وهنا قال لي ما مستافد والو. والله القسم اش نقول لك، اليوم الا هرب هرب مشى، قال لك هو بيدير شي حاجه اخرى، شي خدمه اخرى، وخلى الحانوت جديده. يلا وكي غادي ما غاديش يضرك نفسيتك، هذاك هذاك تربى ليا فيه كاع المعده بالعصا. حتى ما يجي العيالات بزاف الديور، ما والو، ما كاين ما يدار، ما كاين داكشي تيخلي هذا الشيء. اللهم الحاجه رخيصه ولا تمشي للغاليه، هذا هو اللي داير. كي قال السيده الناس على قد الحال، وكاين اللي كاين شويه شويه شحال في المية هذاك، عاد تيبان لك يخدمو ديك الحاجة ولا صوب يمشي واعي ديك الحاجة اللي مناسبة صافي، هي اللي بيقضي بها الغرض.